بابا اهلا اهلا حبيبي اهلا 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 كيفك اشتغلت؟ الحمد لله على سلامتك. شو كيف اللاذقيه؟ اللاذقيه منيحه كثير بابا. خلصي المحل وخذي رفقاتك وروحي لهنيك بتسلوا. اكيد لانه انا حاسه حالي كثير مخنوقه. مخنوقه؟ ليش؟ في شيء مضايقك؟ بابا اذا عرفت انه ماما حابه حدا تاني بتتضايق شيء؟ لا، لأنه أصلاً نحن منفصلين عن بعضنا وأمك حرة بحياتها. خير؟ شايفي عليها شيء؟ لا لا أبداً، بس سؤال خطر ببالي. يعني كنت عم فكر إنه المشاعر بتبقى بعد الانفصال أو بتروح؟ مشاعر؟ مو أصلاً بده يكون في مشاعر؟ يا جماعة الكافيه مسكرة، تفضلوا إذا بتريدوا تفضلوا، واللي مو دافع حسابه عندي. تفضلوا تفضلوا يلا. الله وقفه برا، لا تخلوا حدا يفوت. شو هالتشبيه هاد؟ شو مفكر حالك فايت عزريبة أنت؟ اسمعي شو راح اقوله لك. انا جاي اقول كلمتين وامشي. كمال احترم حالك، نحن بمحل على الشارع. ما شاء الله، انا عم تعشقي وبتتمعشقي وعايشه حياتك بالطول وبالعرض. عيب عليك تحكي معي بهي الطريقه. احترم اني ام بنتك. بعدين انت من وين جايب هذا الحكي؟ مو المهم منين جايبه، المهم انك تحطي هالكلام براسك ولا تنسيه. أنا شلتك من الزبالة وبرجعك على الزبالة إمتى ما أنا بدي. هاي الحركات تبع كافيه وجمعية وسيدة مجتمع على صباطي، هدول بتعمليهم على النمر اللي مثل حكايتك. ولا تنسي أصلك، لا تنسي إنكم كنتوا عايشين على راتب الدولة مشان تاكلوا خبز. قسما بالله يا عتاب بمسحيك من على وش الدنيا إذا بحسك عم تعمل شيء غلط. ولا تفكري إنه غيران، لا مالي غيران. أنت بتعرفي إنه قيمتك عندي قيمة الصرماية، بس نحن في عنا بنت إلها سمعة، وأي تصرف غلط مني بينزعل اسمها واسمي كمان. ليك عم تفهمي ولا لا؟ ما حدا قرب على اسمك واسم بنتك، وانا مالي ناطره واحد مثلك انت يعلمني الصح من الغلط. ومثل ما قلت حضرتك، حارتنا ضيقه وفهمانين بعض، وبعدين نحن تاركين بعض وكل واحد فينا حرب حياته. وانت اللي كان بدك الطلاق واللي قرر الانفصال اللي بيتحمل عواقبه. ايه مو على عيني يا مدام، مو على عيني، رح اتحمل عواقبه. نسيت. هاي مشان حساب زباينك. كمال ردهن على جوعتك، ولهون لا بقى تجي تشبح يا بيك يا محترم. ماشي.